مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. مفيش شك انه المشاكل المتعلقة بالتعليم مشاكل ضخمة جدا، ومفيش شك كمان ان في رؤية متعلقة بتطوير التعليم في مصر، والمشاكل الضخمة بتبدأ بالمناهج وبتبدأ كمان بعلاج مشاكل أساسية زي الدروس الخصوصية وتكدس الفصول، وازاي ان انا اعتمد على مش الحفظ والتلقين، لا الابتكار، وان الطالب يفكر، يعني يبقى في مناهج واسلوب بهذا الشكل يعني. وبالتالي مشاكل التعليم الضخمة جدا بنهتم بيها، بس كمان المشاكل بقى المتعلقة بالعلاقة، دايما المثلث اللي بتكلم عنه، مش ممكن كمان هينهض التعليم بدون علاقة حيوية بين المثلث الطبيعي اللي هو تلميذ ومدرس وولي أمر. مش ممكن أبدا كمان تزداد المشاكل بين أضلاع هذا المثلث، وهي مشاكل ضخمة جدا، لكن لما توصل لحد الموت ولحد القتل فالحقيقة هنا يجب أن نتوقف. أنا هتوقف أمام واقعتين، في واقعة متعلقة بولي أمر مدرس بيقتله قدام بنته، قدام بنته وداخل المدرسة. شوف لك أن تتخيل بقى، أدى تلميذة وأبوها ولي أمر ومدرس، اللي هي العلاقة اللي يجب أن تكون حيوية يعني، والمدرس نفسه يجب أن يكون أبا للتلميذة، ويجب أن يكون شريكا لولي الأمر في أن احنا كلنا هدفنا واحد، أن احنا نعلم الأسرة. لكن انه المدرس يعتدي على ولي الامر وداخل المدرسه ويصل هذا الاعتداء، يبقى النتيجه بتاعته هي الموت، موت مصرع ولي امر. وفي واقعه ثانيه في متعلقه بقى بمصرع طالب داخل مدرسه. هنشوف معاكم الواقعتين، واللي زي ما بقول لكم في مشاكل ضخمه جدا، تعالوا نفكر كيف نطور التعليم في مصر. وزير التربية والتعليم عنده رؤية بيقول انه هيحاول يطبقها خلال السنوات القادمة، لكن كمان في مشاكل يومية مش ممكن نسيبها. التطوير هيتم ويجب ان يتم، لكن كمان كيف يمكن ان اتعامل مع المشاكل اليومية؟ هذا المثلث تلميذ ولي امر مدرس، ايه اللي حصل فيه؟ ويوصل الى حد اسالة الدماء، هل يمكن ان نتخيل ذلك؟ تعالوا نشوف اولا الواقعة الثانية متعلقة بمصرع طالب داخل مدرسة. احنا قاعدين هنا وكان في شمع محطوط هنا، بتبص لهنا حاجة وقعت، الراجل اللي كان واقف بتاع الفاكهة تحت ده لقيناه بيطب واحدة مرة واحدة سكت. بنبص بعد شويه كده لقينا عيل مرمي كده في الجنب، وقع من فوق من المدرسه ودماغه مفتوحه ومفيش، عمال بيجف في دم، وعمال يجف في دم، شالوه وجريوا بيه. الاسعاف دخلت، الاسعاف جاب بعدها بساعه تقريبا. ايوه شالت الراجل ومشيت بيه. الراجل لحد دلوقتي وهو عمال يعمل اشعه في غيبوبه. العيال واقفه في الشبابيك يا استاذه، لا في مدرسين ولا في مشرفين ولا في اي حاجه خالص. يعني ما كانش في مدرس داخل؟ لا لا لا، ده العيال كلها كانت واقفه في الشبابيك عماله تطب. العيال بس بص الشبابيك عماله تطب. الراجل ده هو اللي شاله، خلي بالك يعني، جري اول واحد عليه. طبعا لقيت الولد، طبعا انا اقف في جنب، انا بتكلم اهوت، لقيت الراجل ده طبعا وقع من فوق على الراجل المشمع، طبعا هو يعني خد الصدمه شويه مع المانجا طبعا، ووقع على الراجل اللي هو بتاع المانجا طبعا. الاثنين في غيبوبه لحد دلوقتي برضه قاعد في المستشفى، ضرب وجعه، ومش حد بيهتم بيه خالص. اللي صعب جاب بعد ساعتين، ما حدش لا سال ولا حد جه ولا حد سال، ولا حد سال في الولد اصلا. حضرتك الولد الصغير ده يعني كان بيجيب في دم طبعا، انا طبعا جبت ميه ساقعه تشعر دماغه طبعا عشان خاطر برضه تماني يعني اسعفه كده، اهوت ان انا افتح عينيه، بس خدت اسعاف جت ساعتها كانت المشاركه خالص. مدير المدرسه عمل ايه؟ ولا حاجه، مفيش حد خالص من المسؤولين ده من المدرسه. واحده استريتش جم بعد لا 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 جم بعد بقى، بعد ما احنا شلنا الولد والولد شال، لقينا المدرسين فين الولد فين؟ المدرسين اثناء اثناء الفصول واثناء بيبقى عندهم حصص وفي اثناء المدرسه بينزلوا السوق بياخدوا خضار وبياخدوا حاجات يعني الطالب وقع من هنا بيعملوا عيش، بيعملوا عيش باللحمه، بينزلوا بينزلوا يعملوا عيش، بيجي يعملوا عيش باللحمه ويعملوا سمك،
يعني عايشين حياته استاذة المدرسة اهي، يعني المفروض مثلا لو المدرس جاي يشوف تلميذ هيلف من هنا، مش هيجي من اخر السور معاه شنط ومعاه عيش وطماطم وخيار ويجي يبص على الطالب كده وياخد بعضه ويمشي. اسال الطالب بنقول له المدرسين فين؟ قال لك المدرسين احنا في ثالثه اعدادي ما بيخشولناش. كل ده اعتماد يعني عشان يطلع من المدرسه يروح للدرس عنده في قلب البيت. عامه احنا بنشوفه منظر كل يوم ان المدرسه يمات على الله التلاميذ من بره، يعني من بره الشبابيك بيلعب وهزار وضحك وبتاع. فاحنا عايزين نعرف بس فين المدرسين، فين المدرسات اللي موجوده في المدرسه دي، فين الاشراف اللي موجود في المدرسه دي، يعني ليه الاهمال ده؟ طبعا انت بتودي ابنك للمدرسة هي رحلة صعود، لا يمكن ابدا تكون رحلة سقوط ومن الشباك، رحلة صعود انه يصعد بمستقبله، انه كمان تبقى انت قاعد بتقول انا نفسي اشوفه بيكبر ونفسي اشوفه بيحقق طموحاته واحلامه يعني. لكن لما تتحول المدرسة الى رحلة سقوط بهذا الشكل والكلام اللي احنا بنسمعه في منتهى الخطورة يعني، سوق جنب المدرسة والمدرسين بينزلوا يجيبوا، اللي بينزل يجيب كوسة وبدنجان وبينزل يجيب أي حاجة يعني خضروات، وفي حالة إهمال شديد. طب كيف نعيد الاعتبار لمدارسنا؟ طب هتقضي على الدروس الخصوصية إزاي والمدارس لسه ميتة؟ ما هو علشان نعيد الاعتبار للمدارس وعلشان نسحب الناس تاني من المؤسسة البديلة، الدروس الخصوصية أصبحت مؤسسة بديلة. ازاي نقوي المدارس وازاي كل مسؤول داخل المدرسة يبقى مهموم بهذا الهم ان انا اعيد الاعتبار لهذه المدرسة واقويها. ايه اللي حصل معايا والد الضحية الاستاذ اشرف محمد؟ استاذ اشرف ربنا يصبرك الباقية في حياتك. الله كلمك يا فندم. ربنا يصبرك ويتغمد ابنك بواسع رحمته ان شاء الله. الله يكرمك يا باشا. قول لي ازاي ابنك يقع من شباك المدرسه؟ ايه حضرتك المدرس في انجليزي. ماشي يا فندم، وبتدي حصه. جالها تليفون سابت العيال وطلعت بره. العيال بقى اتنططوا ما بتقولش بس يا ولا بس يا بس كده ولا اي حاجه. التخوت التختات بتاعت المدرسة كلها ايه؟ وحشين. العيال بقى اتنططوا بتوع الشبابيك. الشبابيك مفيش شبابيك ولا خالص، يعني احنا داع. يعني الشباك اللي انا شايفه ده مفيش شباك، مفيش ايه؟ خالص. هو مفتوح كده يعني. إيه؟ مفتوح على البحر. ملوش خشب ولا ازاز. ولا ازاز ولا اي حاجة يا فندم. ولا فندم بص، من اول المدرسه من قدامها في شبابيك وفي حديد، بس الجنب اليمين كده لحد السوق. اللي حصل منه الحادثه طبعا السوق، والناحيه الثانيه في شبابيك. طب هو ايه ابنك ده؟ بتقول المدرسه مشغوله بتشغلها على الانترنت على الموبايل بتاعها. ايوه حضرتك. طب ابنك بقى وقع ازاي من الشباك؟ ايه اللي حصل؟ هو دلوقتي العيال بيهزروا على السخط. بيهزروا والحصه شغاله. فندم حضرتك طبعا هم ما هو عمل كده راح هو ايه واقع حضرتك. مشهد طبعا احنا شايفين اهو الشباك اللي سقط منه التلميذ، ومفيش شباك اصلا يعني، المساله مفتوحة. وزي ما قلنا لكم يا جماعة إمكانيات بسيطة، وحتى كنا دعونا المجتمع قلنا والله حتى لو الحكومة بتقول المدارس والتكاليف الضخمة، طيب قلنا إن لو كل حتى يعني أعضاء مجلس النواب، بعض رجال الأعمال اللي هم في بعض الدوائر يعني، وقالوا تعالوا نشوف كده المدارس وماذا تحتاج، المجتمع يعني اللي ممكن إنه كمان يشارك في ده. لكن مسألة بالشكل ده. قول لي المدرسة قالت لكم ايه بقى يا استاذ اشرف؟ بص يا فندم سامعني؟ انا سامعك.
بص بقى، اما اخذوا العيل دخلوه اوضه الفراشه بتاع الفراش بتاع المدرسه. اه شفت شفت الاعداد بقى ان في المدرسين يعملوا كده في الادمين. لا اوضه الفراش نقلوه يعني بعد بعد ما صرعه بعد موته يعني. اه بص خد حضرتك بس ايه، اختي هتكلمك اقدر استعمل على اعصابي والله. طيب يا هفهمك اكتر يا استاذه. استاذه كريمان. ايوه يا فندم انا استاذه كريمان. اه استاذه كريمان اتفضلي. ايه اللي حصل؟ ميس سقط اهوت من الشباك. مات على طول ولا كان يمكن انقاذه؟ لا كان يمكن انقاذه. هو الطفل لما وقع على السوق، محدش لحقه، الشاب نص ساعه كامله في السوق، لا مدرس طلع له ولا مدير طلع له ولا اي حد سال فيه، لحد ما الاهالي شالته من السوق ودخلته المدرسه. لما دخلناه المدرسه فضلوا سنديله كمان حوالي ساعه مرمي في اوضه الفراش، والمدير نقول له اتصرف، يقول لك انا هتصرف اعمل ايه؟ انا طلبت الاسعاف وما جاتش، ولا اسعاف جت، ولا مدير فكر ان هو ياخد عربيته ويطلع ينقل الطفل ده، ولا مدرس فكر ان هو ينقل الطفل، ولا اي حاجه. فابوك ساعه كامله بينزف، يعني نص ساعه كامله بينزف، ساعه كامله في المدرسه، ونص ساعه بره السوق، بره مرمي نص ساعه شارع محدش حركه، وساعه جوه المدرسه ادي ساعه ونص، وفي الاخر ينقلوه على مستشفى الطلبه في شارع ابو قير، ما فيش اي اجهزه ولا اهتمام ولا يعني كمان هو وصل مستشفى الطلبه وما زال حيا، يعني وصل المستشفى وهو حي، ما فيش اي حد. ونقلناه لمستشفى الطلبه حضرتك، قالوا ما فيش عندنا اجهزه ولا اشعه مقطعيه. طب عايزين ننقله يا جماعه، لازم تنقلوا بعربيه اسعاف. طب حاطين عايزين عربيه اسعاف ساعه ونص برضه ثانيه مستنيين عربيه اسعاف تيجي عشان ننقل الطفل ده من مستشفى الطلبه لمستشفى الميري الجامعه. طيب. انا استاذه كريمان، يعني انتوا هنا بقى بتتهموا مين بالمسؤوليه في ده؟ احنا بنتهم ايمان المدرسه، ازاي المدرسه تسيب طلبه في فصل لوحديهم وتطلع تتكلم في الموبايل او تستخدم انترنت؟ ايه الاهمال ده؟ والمدير لما نساله نقول له اتصرف، يقول لك انا هعمل ايه؟ ازاي انت في جنبك تلميذ كان معاه في الفصل ولا حاجه؟ نازل يوسف. اه في طالب ممكن يحكي لك. هو طب قولي لي كده الطالب اللي معاكي ايه؟ اسمه؟ ثانية يوسف يا يوسف. يوسف سامعني؟ طيب احنا طبعا يا جماعه لغايه ما يجي لنا يوسف. يوسف شوفوا السوق، يعني طبعا المدارس طبعا احوالها في مصر محتاج اعاده نظر. ده سوق طبعا، انت عشان تجد بديل يعني خلاص هي مدرسه، لكن كان ممكن ان انا اشوف ازاي ده سوق والمدرسه فوق، وهو وقع على السوق كمان على المظله من المظلات اللي موجوده دي، وكمان يعني لم يتم اسعافه. لكن بيهمنا انه ايه اللي حصل كمان هنا؟ فين المدرسين اللي يمكن ان يسارعوا بانقاذه؟ وفين مدير المدرسه؟ هو ايه اللي حصل يا جماعه في حتى في قضايا النخوه اللي مالهاش علاقه بالمسؤوليه؟ يعني المسؤوليه دي حاجه، لكن كمان النخوه والاسراع في انقاذ طفل مصاب، فين كل ده يعني؟ طيب يا يوسف ازيك؟ لا يوسف، انت تلميذ معاه في نفس المدرسه؟ اه انت كنت في نفس الفصل؟ اه ايه اللي حصل يا يوسف؟ ازاي؟ بص حضرتك، احنا كنا الميس بتاعت الانجليزي دخلت، اه جت بتشرح، ما القلم بتاعها فاضي، فكتبت على السبوره بطريقه عشوائيه، وبعد كده قعدت معانا لغايه اخر الحصه. اول قبل ما يحصل الكلام ده راح جاي لها تليفون، تمام؟ اول ما جالها التليفون طلعت بره، فكلنا قعدنا نلعب مع بعض عادي بنهزروا مع بعض. الفصل بقى بيبتدي بقى هيصه بقى، يعني المدرسه مش موجوده والناس بتهزر بقى. اه تمام. فهو ساب الله يرحمه، طلع بالسات فقعد يجري عليها، فطلع لغايه اول ديسك. اول ديسك ده كان بايظ وشاب ووراه شباك ما فيهوش لا درف ولا حتى درف من غير ازاز، يعني يعتبر بلكونه، يعني ما فيهاش اي حاجه، يعني منه على الشارع على طول، ما فيش اي حاجه خالص. تمام. لسه بيقول له انزل، احسن طاع لسه بيطلع على الجدار بتاع الشباك
اعتمد على وفاره هو العلم. هو كان واقف على على تخته من اللي موجودين يعني، كان واقف عليها جنب الشباك، والشباك ما هو الشباك يعني مفتوح يعني اعتبر الشباك ده حاجه كده. طيب ده هم قالوا انه وقع على حد كمان، على بائع من وقع على حد، وقع على واحد وهو مصاب دلوقتي تقريبا مصاب مات. طيب يوسف، بس الواقع ان المدرسه سابت الحصه وراحت تتكلم في التليفون، دي مؤكده يعني؟ دي حصلت قدامكم؟ حصلت قدامي. طيب بشكرك يا يوسف، الف شكر، بشكركم جميعا. احنا يا جماعه شوفوا المساله، ما هي مسائل بسيطه جدا، بس احنا بنبعت ولادنا المدارس علشان نبنيهم، وعلشان زي ما قلت رحله صعود ما تتحولش ابدا الى رحله سقوط من شباك على سوق، وكمان يبقى فيه مسلسل متعلق بالاهمال وبغياب النخوه وغياب المسؤوليه. المدارس في مصر، من يعيد اليها الحياه؟ من يعيد اليها الاعتبار؟ اتمنى ان وزير التربيه والتعليم وسط اهتمامه بعمليه تطوير التعليم انه كمان يبقى فيه اهتمام بالمنظومه اليوميه، التعاملات اليوميه اللي فيها المشاكل والأزمات والكوارث التي لا تتوقف.